وتنوبتم من الجنة منزلا، فحضوركم شرف لنا ويفضي على حفلنا حفلة تكريم السيد محمد كرعوس ووالده أنسا وسرورا. فبارك الله في مسعاكم وجعل جنة مثوانا ومثواكم. وهذه الإصلاحات التي لم تكن لولا تدخل السيد محمد كعوش الابن والسيد محمد كعوش الاب جزاهما الله خيرا كثيرا. اذا مؤسستنا بأطرها التربويه والاداريه والخدماتيه تقدم هذا الحفل تكريما لهما وتشجيعا لهما، ونسال الله تبارك وتعالى ان يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهما وفيها. أرحب بخليفة باشا مدينة قطران، أرحب برئيس جمعية السنابل للعمل التنموي، رئيس بالنيابة جمعية ابن سينا للتنمية، المدير السابق لمولاي محمد جمعة مدارس مولاي محمد الأستاذ الشيخ سلامة زيران، رئيس جمعية الإسلامية للشراء والخدمات الاجتماعية لفرانكفورت السي مصطفى المتعيات، السيد الشاعر الهواري وكذلك به، كما ارحب ايضا بالدكتور عبد الوهاب الشريف الذي لبى الدعوه حضر معنا، بالاضافه الى السي القاضي عبد الوحيد الى جميع الحضور. ونحن نعتز ونفتخر كثيرا بالسيد محمد كعوش سواء الاب او الابن، نفتخر به ونعتز لاننا نحس اليوم ونشعر ان هذه المؤسسه فعلا لها ابنا بارا، وانجبت لنا ابنا بارا رغم مغادرته للمؤسسه منذ سنوات، ولكن لبى دعوتها، لبى دعوه العاملين بها، فعاد ليرمم المجموعة من مرافقها ويعيد إصلاحها. فأنا كمدير لهذه المؤسسة يصدقني كثيرا أن أرحب به، ويصدقني كثيرا أن ألتقي به، ويصدقني كثيرا أن أنظم هذا الحق تكريما له وأشد على يده وأرحب به شدة. وأنصحكم الآن مع الباقي فقرات المؤسسة، ومرحبا بكم. يقدم لنا السيد المدير مجمع أمه. إذن هذا العرض هو عبارة عن المؤسسة كيف كانت قبل الإصلاح وكيف أصبحت بعد الإصلاح. Thank you.
مدرسة مولاي محمد يعبرون فيها عن فرحتهم وما يختلج صدورهم تنوب عنهم في ذلك التلميذة لينا عطلة فلتتفتى مشكورة. حمد القرعه بن المعتاد.
اني لازم انطر ليش انا